اليوم الحمله ديال تلقيح انطلاقه ديالها راه هي على المستوى الوطني ماشي على مدينه الرباط فقط. هذه هي زياره تفقديه لمدينه الرباط لسي دار السلام باش نشوفوا الظروف واش ملائمه للاستمرار ديال هذه العمليه التلقيحيه واش شروط السلامه الصحيه متوفره ولا لا. انتما كتعرفوا هذه العمليه ديال التلقيح فهي حمله كتستهدف الاطفال ديال ما بين 12 ل 17 سنه اللي هما التلميذات والتلاميذ ديالنا مقبلين على الايام المقبله للدخول المدرسي. بغينا الدخول المدرسي يكون ان شاء الله في ظروف امنه واللي تحسنوا. كنعرفوا في الايام الاخيره الانتكاسه اللي وقعت الموجه الاخيره ديال الحاله الوبائيه عرفات بزاف ديال الاطفال اللي هما تصابوا واللي هما فيهم في حالات ديال الانعاش واللي توفوا. فبالتالي العالم كله كيلقح الوليدات ديالو لان فهمنا ان اليوم مع المتحورات الجديده كيمكن يكون الطفل هو السبب ديال الانتشار. اذا سلسله ديال الانتشار ديال العدوى باش يمكننا نكسروها لازم ما نحصنوا الوليدات ديالنا ونحقوا المناعه الجماعيه جميعا. هذا هو السبب. اما الاثر اللي كيهضروا على الاثر السلبيه ديال التلقيح، الاثر السلبيه ديال المرض اكبر من الاثار السلبيه والجانبيه ديال 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 اللقاح. الا شفتوا الاحصائيات على المستوى الدولي فهي الاثار كاين ماشي اثار بسيطه، ونفس الاثر اللي كيعطي الكوفيد كيعطيها بحده اكثر من اللي كيعطيها التلقيح. نعطي الانطلاقه هذا الصباح هنا من الثانويه التاهيليه دار السلام بمديريه الاقليميه للرباط بمعيه السيد وزير الصحه لهذه الحمله الوطنيه لتلقيح الفئه العمريه 12 17 سنه اللي كتجي هذه الحمله في اطار الحمله الوطنيه للتلقيح. اليوم الحمد لله المغرب استطاع يحقق واحد التقدم كبير في هذه الحمله هذه، اكثر من 18 مليون اللي نالوا الجرعه الاولى، واليوم الحمد لله بفضل هذا التلقيح ديال الفئه العمريه 12 17 سنه غنوصلوا تقريبا واحد 3 مليون اضافيه اي 21 مليون، وغادي نحققوا ان شاء الله هذه المناعه الجماعيه اللي مشانها تكسر هذا الانتشار ديال العدوى في صفوف العائلات وصفوف الوسط المدرسي. اليوم الحمد لله كان واحد التنظيم واحد التعبئه جماعيه ديال وزاره الصحه وزاره التربيه الوطنيه ووزاره الداخليه باش نوفروا الظروف المواتيه لاحداث هذه المراكز ديال التلقيح المدرسيه. 419 مركز على مستوى جميع المديريات الاقليميه، كل مديرية الإقليمية هي معنية، واليوم أيضا كاين فرق متنقلة اللي غادي تمشي للعالم القروي باش تلقح التلاميذ وباش نجنبوا باش هاد التلاميذ ينتقلوا للمدن ويديروا هاد التلقيح. اليوم الحمد لله وفرنا هاد الخدمة ديال القرب بالنسبة للتلقيح لأن كنراهنوا باش يكون واحد التلقيح كبير مكثف. نأكد على واحد الأهمية أن هاد العملية التلقيح هي عملية تطوعية اختيارية وأيضا كتطلب الموافقة ديال الأسر. قلت تطوعية لأن الاختيار كيرجع للأسر، والاختيار أيضا بين جوج ديال اللقاحات بين سينوفارم وبين فايزر. هاد الأمر هذا كيميز المغرب. المغرب هو الدولة الوحيدة اللي منحات جوج ديال اللقاحات بالنسبة للأطفال 12 17 سنة لطمأنة الأسر، والاختيار بين واحد لقاح تقليدي اللي كان كيستعمل من قبل في بالنسبه لواحد العدد ديال اللقاحات لا غريب بوليوميليت او لا لقاح جديد بحال فايزر. اليوم واحد العدد ديال الدول الاوروبيه وامريكيه لقحوا بفايزر، لاسيا بالنسبه للصين والامارات لقحت بسينوفارم، وحنا عطينا الاختيار الأسرة باش تخير بين سينوفارم وفايزر. هذا المركز ديال دار السلام هو مركز اللي فيه فايزر، واليوم كتشوفوا الاقبال ديال الاسر على هذا اللقاح. واليوم الحمد لله التجارب الدوليه والخبراء كاملين بينوا نجاعه وفعاليه والطابع الامن ديال هذه اللقاحات باش ما يكونوش اعراض. هذا حنا الحمد لله هذا الشيء كامل كنديروه باش نديروا واحد دخول امن ان شاء الله، وايضا نحافظوا على صحه وسلامه الاطفال والوليدات. بعض الحالات اليوم اللي ما ملقحاش كاينه في المستشفيات في استعجالات، لهذا خصنا لابد نسرعوا بهذه العمليه ونقيسوا اكثر ديال الاطفال. وهنايا كنطالبوا باش الاباء ينخرطوا معنا في هذه العمليه الكبرى.